وفي ختام جولتنا كان لقائنا مع المهندس ياسر عطية مدير الدعم الفني بشركة الصفا للأسمدة والكيماويات، اللي وضح لنا سعي الشركة الدائم لتقديم كل جديد من الأسمدة والمخصبات الزراعية للسوق المصري. المهندس ياسر عطية مدير الدعم الفني لشركة الصفا للأسمدة والكيماويات، أهلا بك. أهلا وسهلا فيك أستاذ ياسر. لو قلنا إيه الجديد اللي بتقدم النهاردة للقطاع الزراعي بالنسبة لشركة الصفا؟ احنا شركة الصفا والأسمدة والكيماويات بتقدم كل ما هو جديد في السوق المصري من أسمدة ومخصبات زراعية، زي منزلين منتج جديد من مادة السيليكا، سيليكات بوتاسيوم، ده عشان تحمي الشجر من درجة الحرارة العالية من لسعات الشمس، تحمي الثمار من لسعات الشمس. مادة سيليكات البوتاسيوم دي مادة طبيعية. في منزلين كمان مادة الطحالب البحرية، اللي هي دي مادة طبيعية تترش على النبات، دي من محفزات الطبيعية ومحفزات النمو. في منزلين برضو بعض المنتجات جاية من بره، برضو حاجات مستخلصات نباتية ومستخلصات من نبات اللافندر، دي بتقضي على الآفات والحشرات. تمام، احنا كل المنتجات بتاعتنا محلية، انتاج محلي. في بعض الانتاج المحلي وفي انتاج مستورد، يعني جاي من بره. الخامة في حاجات هنا خامات محلية، سيليكات بوتاسيوم انتاج محلي، وفي برضو سيليكات بوتاسيوم مستورد، يعني بنخاطب جميع الشرايح. يعني في مستهلكين يحب الانتاج المحلي لانه اسعاره كويسه، اسعاره اقتصاديه جدا يعني بنفس المواصفات والكواليتي بتاعت بره، وفي برضو مستهلكين بيحبوا الحاجات المستورده، فدي بنخاطب الشريحه ديت برضو. تمام، احنا الاسمده بتاعتنا خضر وبساتين لكل المحاصيل الزراعيه، صح؟ دي معظم المنتجات دي اللي هي المحاصيل الحقليه ومحاصيل البساتين اللي هي الفاكهه والخضر. عندنا وكلاء موزعين بالنسبه للشركه هنا، يعني جميع المحافظات. احنا لا، الشركه بتتميز ان ليها منافذ في معظم المحافظات، يعني في طريق اسكندريه الصحراوي، وفي طريق مصر اسماعيليه الصحراوي في اسماعيليه، وفي المنصوره اللي هي بتخاطب منطقه الدلتا، وفي برضو مركز بدر اللي هو بيخاطب شرق الصحراوي. دلوقتي الناس طبعا كلها بتطلب بالحاجة أورجانيك، احنا بالنسبة للسمات بتاعنا ايه بقى؟ هو الاتجاهات في الفترة القادمة للمنتجات اللي اصلها عضوي او منتجات حيوية او منتجات أورجانيك، دي عشان آمنة على الصحة وآمنة على النبات وآمنة على الصحة العامة يعني، وفي نفس الوقت تبقى الكوست بتاع التكاليف بتاعتها قليلة. النصيحة أنا بنصح المزارعين أن يرشد في استخدام الأسمدة، ما يديش معدلات استهلاك عالية، عشان دي بتبقى فيه أثر متبقي في النبات، وفي نفس الوقت دي بتضر بالصحة. فالأفضل أن احنا نتبع الإرشادات المتبعة على النشرات الفنية لكل منتج، دي هنستفيد بكفاءة عالية جداً، وهتبقى اقتصادية في استخدامها. يعني في تغيرات كتيرة في العالم النهاردة بسبب المناخ المتغير، احنا المنتج بتاعنا عايزين منتج يساعد على مواجهة التغيرات المناخية. في بعض المنتجات اللي هي بتساعد على التكيف مع التغيرات المناخية، زي بعض المنتجات الأحماض الأمينية اللي هي بتقلل الاسترس على النبات، في برضو الطحالب البحرية، دي برضو من المنتجات الكويسة جدا اللي بتخلي النبات يقاوم التغيرات المناخية. في برضو مادة السيليكات، دي برضو من المواد الكويسة جدا اللي بتترش على النبات، دي برضو عشان تخلي النبات يتكيف مع التغيرات المناخية. تمام، بالنسبة دلوقتي الفلاح بيروح للسعر الحنين، احنا بالنسبة لأسعارنا هنا في الصفا ايه بقى؟ انا انصح المزارعين والفلاح الصغير انه يروح للمصدر نفسه، يعني يجي في المعارض اللي زي ديت والايفنتات اللي هي الزراعيه، عشان يعرف الشركات ويعرف كل شركه عندها ايه، اما يعرف ايه المنتجات وموجوده عند مين هياخد سعر كويس، ومش وهيلغي الوسيط اللي هو يقدر يتربح منه يعني.